كنت راح أحب أسولف لكم عن أناس، بس بقول لكم شغلة، هالفترة منزلين شغلات وايد جديدة وفي أشياء وايد داشة بالخصومات على فكرة. يعني هذه خلاص صارت من ضمن الخصم، عليها خصم تحصلونها هني، وهم تستخدمون كود الخصم اللي معطتكم إياه فتحصلون ديسكاونت زيادة. الحين أناس طبعا شوي بفترة الحظر واللي قاعد يصير التوصيل يتأخر، ولكن يأخذون أوردراتكم وكل شيء يوصل لكم. أنا هم طلبيتي وصلت، كنت طالبة عطور ووصلتني الطلبية. حين حطت لي أشياء جديدة صراحة، شوف إيش حطت لي وبستخدم. بجرب هذول أقلام حواجب ملوت نارس يدد، هذا التحديد درجة عجبتني. وهم بجرب هذولا كريمات الأساس، مو مجربتهم من قبل، وبجرب هالسيروم. يعني ما أخذت لي السوالف وهذولا خلصها وأنا ما دفعت، إن شاء الله بسرعة راحوا. المهم فهني تحطون عند الخصم طبعا، تحطون هني الديسكاونت DTH وتشوفون إيش كتر خصم لكم 12 دينار وكسور. عند الخصم طبعا تحطون هني انا هالبراند وايد احبه، من البراندات اللي تعجبني، والكواليتي ملوت شغلهم وايد حلو، وايد وايد مرتبين على اللبس بنات. انا هالبراند وايد احب شعري بدله من فالنتينو بالضبط نفس هاللون، بلبسها حق العيد ان شاء الله. فهني هم فالنتينو ترى من ضمن الديسكاونت، تقريبا كل البراندات داشين بالديسكاونت هذا او كود الخصم هذا، الا بعض الاشياء اللي ذكرت لكم اياهم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.